تحدث أيضا السيد الرئيس بأنه نحن في حاجة لعمل مضاعف لسد الفجوة بين النمو السكاني والاقتصادي، وهنا السيد الرئيس يمكن ذكر أمثلة يعني وطن الستينات أو دولة الستينات، كان عدد السكان الموجودين أمام التزامات الدولة في تقارب، ولكن يمكن دلوقتي الفجوة بقت كبيرة لأنه العدد التركيبة السكانية والعدد السكان في تزايد كبير جدا، أحيانا أكبر من يعني النمو، أكبر من يعني حجم الدولة بأنها تقدر تساعد، ولكنها طول الوقت بتعمل هذا التوازن. أيضا السيد الرئيس أكد أن احنا استطعنا الصمود أمام الأزمات اللي شهدتها مصر، وهي كانت أزمات متتالية، فقال كمان أنه خصوصا أنه يعني احنا شهدنا مع بعض كمان الأزمة الخاصة بكورونا. هنا كمان السيد الرئيس يمكن تحدث بأنه أي خلل بيبقى موجود في أي دولة كبرى بيؤثر بشكل مباشر على كل دول العالم، وده اللي احنا كلنا بنشعر بيه خاصة إزاء الأزمة الروسية الأوكرانية، في العالم كله بيعاني ويدفع العالم كله فاتورة كبيرة جدا من أجل الاقتصاد ومن أجل أنه يقدر يحافظ على التوازن في دولته. السيد الرئيس أيضا يمكن تحدث وقال أنه استطاعت الدولة المصرية توفير كل السرع للمواطنين رغم الأزمة، وده يمكن احنا كمان مع حضراتكم تابعناه طول الوقت بأنه اهتمام السيد الرئيس بالسلع الهامة والاستراتيجية والمستلزمات الأولية اللي بيحتاجها المواطن طول الوقت، وده برضو يمكن كان واضح يعني طول الوقت بأنه مصر دايما حريصة على أن يبقى طول الوقت عندنا السلع الاستراتيجية موجودة. وأكد السيد الرئيس بأنه طول الوقت كان هو حريص حتى في عام 2017 و18 بأنه دايما يكون الاحتياطي الخاص بمصر يكون يكفيها لمدة 6 شهور عشان يبقى في أمن وأمان بالنسبة للاقتصاد وبالنسبة للمواطنين. الحقيقة عدة محاور كلها غاية في الأهمية، مزيد من التفاصيل خلينا على الهاتف معي دكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي. مساء الخير يا دكتور. أهلا، مساء الخير يا فندم. يعني يمكن السيد الرئيس تحدث بشكل واضح وصريح عن ما تقدمه الدولة إزاء كل الأزمات اللي بتمر على العالم، رأي حضرتك إيه؟ مؤكد أن الكلام ده كلام صحيح 100%. في أزمات كاشفة، أنا بعتقد أنه كانت أزمة الغذاء العالمي في 2008 أزمة كاشفة، وصل القمح فيها إلى سعر إلى 500 دولار للطن، بس كان موجود القمح في الدول يعني بهذا السعر. في 2020 كان في أزمة كورونا وكان في مشكلة في سلاسل الإمداد، بس برضو للحظات معينة تجاوزنا هذه المشكلة. المشكلة الحالية أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، ودي أزمة فعلا شديدة الاختبار على مصر، يعني لأنه احنا الأسعار وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، تقريبا آخر صفقة عملتها مصر 490 دولار للطن، وفي نفس الوقت مفيش من المصدرين الأساسيين اللي احنا كنا بناخد منهم القمح ب 80% تقريبا من وارداتنا، روسيا وأوكرانيا، مش موجودين بسبب ظروف الحرب. اللي عملته الدولة المصرية الحقيقة يعني، وعجبني ملاحظة سيادة الرئيس، انه كان يتمنى انه المخزون الاستراتيجي يبقى 6 شهور مش 3 شهور ونص. وطبعا فعلا كان زي ما قال المتحدث وزير الزراعة، كان المخزون في السابق كان فعلا شهر ونص تقريبا او حاجه او مليون طن حاجه من هذا القبيل يعني. ولكن الحقيقه في الفتره الاخيره في حصل طفره من شهر ونص الى 3 شهور ونص، لكن ما زال المخزون الاستراتيجي لو انه 6 شهور او حتى اكثر من 6 شهور كان هيضع الدوله المصريه في درجه اكبر من الامان. افتتاح السيد الرئيس لموسم حصاد القمح في توشكا له معاني رمزيه كبيره جدا، انه يعني القمح اولا بيضع القمح في قمه اهتمام الدوله باعتباره رمز للامن الغذائي. نمره 2 انه توشكا احد المشاريع العملاقه اللي تم احيائها وتاهيلها بعد فتره موات من 1997، ما كانش المشروع بيتحرك وفي اعاده وتاهيل له، ويعني تم اليوم افتتاح مصدر يعني القمح، حصاد القمح فيه. الملحوظه الاخرى اللي انا عايز اقولها انه الشكر موصول للقوات المسلحه الحقيقه، لانه اللي بنراه اليوم في هذا المشهد هو جهد القوات المسلحه
لانه احنا عارفين انه المستثمرين القطاع الخاص بيستهدفوا الربح، ويعني الربح بيبقى مع المحاصيل الخضر والفاكهه والمحاصيل عاليه القيمه وليس القمح. انما طبعا المجهود اللي حصل اليوم سواء في توشكا او في مشروع مستقبل مصر او الدلتا الجديده او المشروع المليون ونصف فدان، ده جهد الحقيقه معظمه يعزى الى القوات المسلحه. تمام. سؤالي كمان يعني دكتور جمال، السيد الرئيس كمان ربط كثيرا جدا بين النمو الاقتصادي والتركيبة السكانية، يعني يمكن حتى أعطى السيد الرئيس مثال عن يعني عن مصر والوطن وقت الستينات، بأنه كان هناك في توازن إلى حد كبير بين عدد السكان وبين مقدرات الدولة، ولكن طبعا الفجوة زادت جدا وبقت فيها ضغط شديد جدا على إمكانيات الدولة. تمام. احنا الحقيقه انا استاذ في الاقتصاد الزراعي وباحث في نفس الوقت. الابحاث كلها بتقول انه في ضغط من السكان على الموارد الزراعيه المحدوده. احنا عندنا حوالي 9 مليون فدان، في دلوقتي مشاريع ممكن تصل ب 9 مليون فدان الى 12 او 13 مليون فدان بالمشاريع الموجوده. ال 9 مليون فدان والميه 55.5 مليار متر مكعب اللي هم ايراد مصر من مياه النيل. الرقمين دول، وفي نفس الوقت السكان بنزيد بحوالي 2.3% سنويا. احنا دلوقتي وصلنا الى 104 مليون نسمه، متوقع ان احنا نصل الى 127 مليون نسمه في 2030، متوقع ان احنا نصل الى 180 مليون نسمه في 2050. التواريخ دي مهمه جدا طبعاً. لانه ده ترند او الاتجاه العام انه السكان بيزيدون بصوره مستمره، وفي نفس الوقت لدينا موارد محدوده لانتاج الغذاء. الفجوه حاليا احنا بنسد او سد الاكتفاء الذاتي في المجمل حوالي 40% من الغذاء، وبنستورد 60% من الخارج. وبالتالي احنا هنا يعني الجهد السيد الرئيس وجهد الدوله المصريه دلوقتي بيضع يعني معالم جديدة لسياسة جديدة لمواجهة الفجوة المتوقعة اتساعها، لأنه باستمرار الأزمة، وطبعا الأزمة الروسية الأوكرانية الأخبار بتقول إنها قد تمتد، يعني نرجو إنها يعني عدة شهور، نرجو إنها تكون عكس ذلك. إحنا يعني لابد أن طبعا مصر فتحت مناشئ جديدة زي الهند مثلا، بالإضافة للمناشئ ال 14 او يعني الموجودين طبعا باستبعاد روسيا واوكرانيا، ولو ان احنا في اخر صفقه جبنا مركب 60,000 من روسيا طبعا، لكن المقاطعه او الحظر المفروض على روسيا طبعا بيواجه مشاكل في سلاسل الامداد. اذا يعني حضرتك برضو نوهتي في حديثك مع متحدث باسم وزاره الزراعه انه ماذا عن الفلاح المصري؟ الفلاح المصري متوسط الانتاجيه دلوقتي 18، ده الرقم الرسمي يعني. لكن في بوتنشال او في ممكنات تصل الى 27 اردب. في طبعا ده متوقف على موضوع الاصناف، اصناف القمح، لانه في احنا يوما ما كان انتاج الفدان 8 اردب في السبعينات والثمانينات هي، ونتيجه لجهد الاصناف وجهد البحوث الزراعيه وصلت من 8 رادب في الثمانينات الى 18 دب حاليا. أيوة متوقع تمام. انه مع مزيد من الجهود البحثيه والاصناف عاليه الانتاجيه ممكن نصل الى 25 و27 دب. وانا علمت من احد يعني المتخصصين في مركز البحوث الزراعيه انه فيه كلام عن 30 دب. عموما يعني التكنولوجي والزياده وحرص الدوله على انه يبقى مصر عندها يعني ما يدعمها ويسندها تجاه يعني خاصه يعني محصول القمح، لانه لقمه العيش بالنسبه للمصريين تفضل ان شاء الله موجوده. بشكرك شكرا جزيلا دكتور جمال صيام استاذ الاقتصاد الزراعي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. زي ما حضراتكم سمعتوا يمكن السيد الرئيس في البدايه اليوم وهو يبدا حواره يعني ذكر كلمه في البدايه وقال انتم يعني عهدتموني دائما باننا واضح واننا يعني اذكر كل شيء لكم كما هو بوضوح كبير. الحقيقه
اليوم كان في عدد من النقاط تحدث عنها السيد الرئيس، وأهمها بأنه مصر دائما أمام التحديات، واستطاعت أن تخرج من أزمة كورونا بتحدي إيجابي يعني. وده يمكن ما ذكره العالم، بأنه هناك عدد كبير من الدول كان عندها مشاكل، ومصر من ضمن 3 دول يعني حققت نمو كبير. ولكن طبعا الأزمة تلو الأزمة أكيد ممكن تسبب مشاكل، ولكن زي ما أنتم شايفين الدولة تعمل، والرئيس طول الوقت يحاول أن يرفع الدولة إلى الأمام، ويحاول أيضا على أننا نقلل هذه الفجوة ما بين الاقتصاد وما بين التركيبة السكانية.